صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المقابر يوضع حولها سياج حديدي، فهل المرأة إذا وقفت عند هذا السياج وشاهدت القبور، أو وقفت وسلمت على هذه القبور من خلف السياج، هل تعتبر من زائرات القبور؟ نعم، إذا قصدت القبر وقفت على سياجه أو على جداره قد زارته ولا يجوز ذلك. نعم.